السلام عليكم شباب. يعني دي كده يعني عشان اوضح لك تاني، احنا قلنا انه في طريقتين للحل، اناليتيكال والفاينايت اليمنت ميثود اللي هو بيستخدمها السوليد ووركس دي. لو حاجه سامبل يعني كانتليفر او اي، او مش كانتليفر يعني حاجه من الحاجات اللي كنت بتاخدها في الماتيريال بس كروس سكشن اريا سامبل، ف هتحلها اناليتيكال اللي يبقى اسهل. انما لو حاجه كومبلكس او حاجه فيها كذا بورد او حاجه كروس سكشن اريا مش ثابت بيتغير زي دي مثلا سبايدر يعني او حاجه، فالطريقه بتاعت الفاينايت اليمنت ميثود بقى اسهل يعني وابسط ان احنا نعملها على السوليد او كونسول او يعني ايا كان بقى البرنامج طبعا. بس عشان لو ما كنت نسيت اقول في الاول، لو جينا للاكيوريسي بتاعت الحد طبعا الكونسول افضل بكتير من السوليد ووركس يعني تمام، ولكن السوليد ووركس ابسط بكتير. وانت ليك كبدايه يعني تشتغل عليه كويس جدا ان انت تقارن مثلا النتائج بتاعته باناليتيكال في اي حاجه بتاخدها في الدراسه يعني، وهتحتاجه سوليد يعني تحتاجه طول ما انت شغال ان شاء الله في السنين بتاعت ميكانيكا ومشروع التخرج. فاحنا هنيجي كده في السيميوليشن، نيجي فاتحين ايه نيو ستادي، هنشتغل ستاتيك عادي. احنا قلنا الستبس بتاعت الستاتيك تاني، هنختار ستاتيك وبعدين نقول له اوكي فوق الستادي بتاعتنا. الستبس بتاعت الستاتيك تاني، احنا قلنا اول حاجه بنحدد الماتيريال، نيجي على يعني او نختار الماتيريال من فوق من هنا، ماتيريال للجسم كله اي يعني الاي ستيل مثلا ابلاي وبعدين اقول له كلوز خلاص، فيبقى الجسم كله كده خد الماتيريالز بتاعتي كلها اهو كله، لان انا عندي 3 بارس الهاب والشافت والسبايدر يعني نفسه، ده كده الشافت والهاب اللي جواه وده السبايدر اللي هو ليه 3 ارجل. كونكشن خلاص اللي عندنا التثبيت او نجيبها من فوق يعني. فاحنا لو قلنا الفيكسد جيومتري بلين ممكن ثبت من اكتر مكان يعني، لو جينا مثلا قلنا ان ده فيكسد الفيس ده والفيس ده في الفيس ده تمام، وقلنا اوكي. بعدين اللود الابلايد لود بتاعنا هنحط فورس مثلا، فورس بتعمل عمودية على سيرفس دي مثلا، هنا في يعني مش ده كده نورمال، هناخد السيرفس ده مثلا، كنا ناخد أكتر من سيرفس ده ونحط فورس سي مثلا بتساوي 2000 نيوتن مثلا. او احنا قلنا قبل كده ممكن ندخل في سيلكت دايركشن وممكن نختار اكتر من فيس يعني، الفورس ممكن نوزعها على السيرفيس ده او ده او ده يعني، بس احنا بنقول على سبيل المثال يبقى احنا هو متثبت من الاطراف والفورس ابلايد في النص. احنا ممكن ندخل على اي فيكسد من ده ونعمل يعني ايه هايد لي تمام، مش على التثبيت نفسه، احنا بنتكلم على الفيكسيشن تمام. فاحنا يعني لغينا الفيكسيشن، واللود برضو ممكن نلغيه لو احنا ضغطنا على اللود ده فورس ضغطنا على الفورس اللي عندي دي وعملنا كليك يمين. طيب احنا ممكن نعمل ران. طب الران هيعمل الاول المشي وبعدين بعد المشي يبتدي يحل. المفروض ان احنا نزود المشي من الاول، ناخد السايز بتاعه ونبقى نصغر السايز، او نقعد نزود المش واحدة واحدة لحد ما النتائج بتاعتي تثبت. دي كده الاسترس اللي عندي تمام، الاسترس صغير اهو يعني تقريبا 92 ميجا باسكال، واليلد سترانس بتاعتي 620 ميجا باسكال، فالفاكتور اوف سيفتي هيبقى كبير جدا يعني. وممكن نعمل يعني انيميشن للاسترس اللي عندي خلاص، فبيتحرك يعني انا مثبت من الطرف وبضغط عليه من النص تمام. ممكن او اضغط دبل كليك على الديسبلسمنت، طبعا الماكسيمم ديسبلسمنت في النص وهي 3 1 10 سالب 2 ملي متر، والسترين نعمل دبل كليك عشان نشوف توزيع السترين. وممكن نيجي هنا نقول له انا عايز اعمل يعني ارسم لي فاكتور اوف سيفتي بتاعي خلاص، وده يعني اضافي اقول مفيش مشكله. فالفاكتور اوف سيفتي هو هكتبه لي كده الستة وسبعة، ده المينيمم فاكتور اوف سيفتي اللي عندي.
ممكن نيجي على الفورس دي ونعمل لها ايديت ونزود الفورس اكتر ونشوف طبعا الفاكتور اوف سيفتي هيقل اكتر والستريسز اللي عندي تزيد، يعني نخلي دي سي مثلا 3000 ونقول له ران تاني. بص بقى، احنا قلنا قبل كده كمان على فكرة ازاي نسيف ال ازاي لو احنا عملنا كليك يمين هنا وعملنا سيف للنتائج دي او الاشكال دي كلها، تمام؟ لو احنا عملنا على ريزلتس، تمام، في اهو نقول له سيف اول بلوتس كلها جي بي جي ونسيفها في مكان معين، وفي ريبورت ممكن نعمل ريبورت فيطلع لي كل الستبس اللي احنا شفناها. فاحنا هنلاقي هنا الاسترس زاد والفاكتور اوف سيفتي هو كمان قل اكتر، يعني 4.5 نزل ليه 4.5. فده يعني دي ميزه بقى الايه الفاينايت اليمنت، ان احنا ممكن ناخد اشكال يعني كومبلكس او اشكال فيها كذا بارت يعني ونعمل ليها ستريس اناليسيس. اتمنى يكون الجزء ده واضح.